أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة ومواقف مع المسيح ونهاردة هنكون بنكمل مواجهة رؤساء الكهنة والشيوخ الشعب أه وهنفكركم بإيه الكلام أو إيه اللي احنا قلناه في الحلقتين اللي فاتوا لأن دي الحلقة الثالثة الشاهد اللي عايزاكم تكونوا جاهزين بيه لوقا عشرين من عدد واحد لعدد ثمانية وقبل ما نقرا برحب بضيف برنامجنا اللي سعيده جدا يكون معانا الشيخ يوسف نسان اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك تكون معينا. وانا كمان طيب افتحوا كتبكم المقدسه على لوقا 20 من عدد واحد لعدد ثمانيه ونقرا مع بعض وفي احد تلك الايام اذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وقف رؤساء الكهنه والكتبه مع شيوخ وكلموه قائلين قل لنا بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهما فيما بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول: فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لانهم واثقون بان يوحنا نبي فاجابوا انهم لا يعلمون من اين فقال لهم يسوع ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا يوسف عايزين ملخص للحلقتين اللي فاتوا فكرنا بقولنا ايه <applause> اتكلمنا آه، عن هذا اليوم وتلك الايام يعني اتكلمنا شويه عن هذا اليوم وكلمنا اللي هو يوم الثلاث وتلك الايام اللي هي اسبوع الألام واتكلمنا الفرق بين يعلم ويبشر م. اتكلمنا عن مجمع السنهدريم والفئات المكونه ليه آه، تحدثنا عن رد الرب يسوع سؤالهم بسؤال واتكلمنا عن هذه الاسئله وايه هو مصدر سلطان المسيح لان هم سالوه باي سلطان تفعل هذا م. طيب و <applause> وقلنا يعلم ويبشر الفرق قلت اه دي كانت معلومه كويسه برضه <applause> جدا ماشي وقفنا عند ازاي رد الرب يسوع م. على سؤالهم م. واحنا عايزين بقى نقف عند رد الرب يسوع فاجاب لهم وقال لهم وانا ايضا اسالكم كلمه واحدا فقولوا لي م. يعني معموديه يوحنا من السماء كانت ام من الناس اوصف لنا بقى أو يعني ولنا ايه رايك في الرد بتاع يسوع؟ اه اه انا اوصف السؤال بتاع ربي يسوع في 10 كلمات او 10 نقط بسرعه هي كلمات مش نقط اول حاجه انها انه سؤال عبقري صحيح اه ثاني حاجه اجابته اللي هي على هيئه السؤال غير متوقعه يعني هو توقع اي شيء حط كل الاحتمالات لكن هذه الاحتمال لم يكن يخطر على بالهم ثالث حاجه لم تك... لم يكن هذا السؤال ابدا هروبا من الاجابه يعني لا يمكن اعتباره هروب وهنعرف كده في نهايه الحلقات يعني ده ما كانش هروب. الامر الرابع والمهم جدا لم يكن هدفه هو تعجيزهم او امساكهم بكلمه زي ما هم بيحاولوا يعملوا معاه دايما بالعكس هو كان سؤاله مخلص لو انتوا جاوبتوا انا هجاوب. انا هسالكم سؤال لو جبتوه انا هجاوب. خامس حاجه الهدف كان ان يواجهوا ذواتهم بقى وحقيقتهم وريائهم قصاد الشعب كله سادس حاجه كان سؤال المسيح كما سنرى في نهايه الحلقات يحمل خير اجابه على سؤالهم يعني سؤال المسيح في ذاته كان إجابة في هو اجابه لو هم جاوبوا على السؤال بتاعه كانوا بيجاوبوا على نفسهم يعني بيدوا اجابه نفسهم سابع حاجه سؤاله سبب ليهم ارتباك وحيره لدرجه انهم تامروا يعني قعدوا مع بعض اخذوا بعض كده على جنب وقالوا نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ نجاوب ازاي؟ يعني سؤاله كان في مكانه سؤال احتروا. المسيح كان في مكانه اه احتاروا وعجزوا تماما. ام. الامر الثامن والاخير اه لو كانوا اجابوه كانوا اه سيدينون سي انفسهم. يعني الاجابه في الحالتين ايا كانت الاجابه ايا كانت كان سيدو لا ما هو لو يجاوبوا لازم يجاوبوا اجابه صحيحه ما ما هيقولوا ايه؟ مش هيقولوا من الناس ما هو لو قالوا من الناس اللي هي في ذهنهم هم كانوا حي هيترجموا لكن هم كانوا هيقولوا له من السماء في الحاله دي هتبقى مشكله كبيره جدا. ده 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 رايي في وصفي لسؤال الرب يسوع عن المجد. طيب معمودية يوحنا ايه مقصود بمعمودية يوحنا؟ ده موضوع لازم ناخذ وقتنا آه. بقى فيه لان الناس فاهمه معمودية يوحنا اللي هو الفعل المعمودية، فعل المعمودية هو اخر حاجة آه. يعني هو الخاتمة هو الختم لكن معمودية يوحنا هي رسالة يوحنا آه. كل ما يتضمنه رسالة يوحنا ورسالة يوحنا قايمة على عمودين العمود الاول اعدوا طريق الرب. فهو جاء في الاساس ليمهد طريق الرب. والامر الثاني دعوه للتوبه. توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. فهي الحاجتين الكبار دول اللي قامت عليهم الرساله القاده اليهود رفضوها. مع انه في الواقع جاء كايليا، يعني جاي برساله ايليا، جاي عشان اعدوا طريق الرب. لو جاء ايليا لو قام ايليا من بين اموات وجاء برساله كانت هتبقى رسالته كده اعدوا طريق الرب لانه الرب قادم فيبقى لازم تهيئوا الطريق فيوحنا خدمته ورسالته كانت في الاساس لكل الشعب عشان تمهيد لمجيء المسيح ويضيف بقى انجيل لوقا بعد ما يقول لنا الحاجتين دول في لوقا 3 18 مم. عن يوحنا وخدمته وباشياء اخرى غير التوبه وغير اعداد الطريق وباشياء اخرى كثيره اخر كثيره كان يعز الشعب ويبشرهم. فيوحنا كان صاحب رساله ضخمه، رساله عظيمه. ما فيش حد قدر رساله يوحنا المعمدان كما قدرها المسيح. يعني ما فيش حد شافها صح زي ما شافها المسيح. وعشان كده المسيح ذهب ليعمد. عشان يوحنا يعمده. <applause> ونرجع في في الحته دي في في متى ثلاثه اللي هي معموديه الرب لانها مش واضحه طبعا لا في آه لوخا ولا في في مرقص واكيد مش موجوده اصلا في آه في يوحنا. ثلاثة الحوار الاطول يعني معموديه حينئذ يقول في عدد 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد ليعتمد منهم. اتفضلي ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن اعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل فر حينئذ سمح له فلما اعتمد وهكذا يعني يوحنا كان معترض يوحنا عارف اكثر من أي إنسان أن الذي جاء بعده هو قبله أن المسيح ده أزلي يعني هو عارف طبيعه المسيح وعارف رساله المسيح وهو جاي عشان يقوم طريق الرب وهو يعرف من هو الرب فمفيش حد زي الرب يسوع عارف طبيعه رساله يوحنا ومفيش حد زي يوحنا عارف طبيعه الرب يسوع طبعا ورد الرب يسوع يعني لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر يعني آه. هو ابتدى البر والرب يسوع بيكمل يعني بتكمل <applause> يعني كل بر آه. طيب ايه المقصود بقى معمودية يوحنا من السماء كانت ام من الناس ايه المقصود بمن السماء كانت ام من الناس آه خلي بالك السؤال بتاع المسيح سؤال بيضع كل انسان مننا آه امامه الرساله دي لو من السماء وبسلطان من السماء يبقى احنا لازم نبقى واضحين ان يعني لازم نقبلها لكن لو من الناس ما اه يعني انتوا الفوضى الفتره خالص يعني لو زعيم وطني لو حد زع يعني يعني ممكن تتغير كأن كان. حاجه لكن من السماء بسلطان أوه. تاني خالص فالوضع مختلف خالص السؤال المسيح اوقفهم في مفترق طرق يعني لازم يحددوا موقفهم من يوحنا وهم عارفين اللحظه اللي فيها هيحددوا موقفهم من يوحنا يحددوا موقفهم من المسيح لانهم عارفين ان هم رساله واحده هم عارفين ان هم دعوه واحده من مصدر واحد من سلطة واحدة وهم الاثنين من السماء فهم في عنادهم خافوا وارتبكوا فلأنه المقصود هنا من السماء يعني من الله يعني هل دي رسالته كانت من ربنا ولا هو من نفسه من الناس زي أي رسائل تانية خلي بالك هم هربوا من الإجابة لسبب واحد يوحنا مات خلاص يوحنا مات مم. يعني حتى لو قالوا من السماء خلاص مات من الله ما من الناس مات المشكله ان في الناس لا المشكله لا المشكله لا المشكله انه لو قالوا من السماء معناها هو بيعترفوا بالرب بالرب يسوع ان هو ده اللي موجود قصادهم هو مم. هو قصد كده وعايز يحطوه في المفترق ثوره مش كده احنا لازم نتكلم عن يوحنا المعمدان شويه اه يوحنا المعمدان لم ياخذ حظه ونصيبه من الشراح ومن العظات في كنائسنا للاسف. يوحنا العظيم ده مم. يعني احنا معتبرينه كانه آه يعني جمله اعتراضيه في الانجيل او وقت كده وخلاص مفيش التاثير بي بينما يعني. هو اساس مم. يعني التمهيد لمجيء الرب ليه المجد وعشان كده مفيش حد آه شاف زي ما قلت شاف يوحنا المعمداني وقيمه صح قد الرب يسوع والعكس. وانا هبتدي بماذا قال ماذا قال يوحنا المعمدان عن المسيح وماذا قال المسيح عن يوحنا المعمدان هم دول النقطتين المهمين أمي. قوي يوحنا قال عن المسيح ايه في يوحنا 1 19 يوحنا 1 19 بعد ال وهذه هي شهاده يوحنا يوحنا شهد للمسيح ثلاث مرات دي اول شهاده تاريخيا هذه هي شهاده يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنه ولوين ليسالوه من انت فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح نروح بسرعة 22 فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ده وفد رسمي جاي من أورشليم ماذا؟, ماذا تقول عن نفسك قال انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي وكان المرسلون من الفريسيين فسالوه وقالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا الي ولا النبي اجابهم يوحنا قائلا انا اعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي لستم مستحق ان احل سيور حذائه هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمل فأول شهادة من يوحنا أن, المس... أن يسوع حاجتين هو الرب هو قبله وبعده لا وهو الرب وهو المسيح هو المسيح هو المسيح وهو الرب يعني هو المسيح والرب الرب وهو كيوحنا هو صوت صرف في البريه يعني عرف نفسه باعتباره صوت صرف في البريه في اول شهاده في الشهاده الثانيه في يوحنا 1 19 على طول يوحنا 1 29 وفي الغد وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي وانا لم اكن اعرفه لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جئت اعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا اني قد رايت الروح نازلا مثل حمامه من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني عشان كده معموديتك من فين رسالتك من فين لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلة ومصغرة عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله, ابن الله. يبقى في شهادته الثانية ان هو, هو ابن الله ح ابن الله وحمل الله م -م. ابن الله وحمل, وحمل الله, الله. صح. وهو يوحنا عرفنا أنه أرسله الله الذي أرسلني قال لي فالذي أرسله هو الله. آه في كلام كتير قوي لسه عايزين نطلع فاصل ونرجع طيب <applause> فاصل صغير ونرجع نكمل. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الإتصال بنا على 714 709 4300 أو إرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarma.tv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarma.tv.com أو رسلنا على Bo Box 3610 Seal Beach California 90740 قبل الفاصل اتكلمنا عن بتصف سؤال الرب ليهم ايه فيعني في جاوبت بكذا نقطه وفيها عبقريه كده وابداع وذكاء يعني تاني حاجه قلنا ايه المقصود بمعموديه يوحنا وقلت مش المعموديه اللي هي بس بالمايه لكن الرساله اللي جاي بيها يوحنا وكنت بكلم عن يوحنا المعمدان قال ايه على الرب يسوع وهنقول الرب يسوع ايه يعني ال... شهد ازاي يعني شهد ازاي عن يوحنا المعمدان وكلمنا عن جزئين ان الرب يسوع هو الرب هو الله وهو المسيح, لا. المسيح. اول واحده هو الرب هو, هو, الرب هو المسيح الثانيه وهو هو حمل الله, هو حمد الله وهو ابن الله. وابن الله تمام المره الثالثه بقى موجوده في يوحنا ثلاثه من عدد 25 وحدثت مباحثه من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهه التطهير. اه. فجاؤوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع ياتون اليه. ايوه. بيحاولوا آه اجاب آه. يوحنا وقال لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. آه. انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح. بل م. اني مرسل امامه من له العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف وتسمعه ويسمعه ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس اذا فرحي هذا قد كمل أه ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص م. الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع م. والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم الذي ياتي من السماء هو فوق الجميع ممكن نقف عند كده الذي ياتي من السماء. من السماء يعني دي كمان بالظبط كده تاكيد على الصوت لكن هنا خلي بالك هنا بيشهد ان المسيح هو العريس وانه الابن يعني يبقى انا عندي ست حاجات شهد بيهم على المسيح اول شهاده في اول مواقف الرب والمسيح انه الرب وانه المسيح. المسيح وبعد كده يعني حمل الله وابن الله. الله ثم في هنا العريس هو العريس وهو الابن وهو الابن في الاولى قال عن نفسه انا صوت صارخ في البريه في الثانيه الذي آه ارسله هو الله م. يعني شخص ارسله هو الله المره دي هو صديق العريس صديق أيه. فهو عرف نفسه وعرف المسيح وكان بالنسبه له الخطوط فاصله وواضحه يعني ما فيش اي لبس هم خلي بالك سواء دول او اللي قبليهم دايما في غيره آه آه من التلميذ على معلمه م. لما جم قالوا له شوف اللي انت كان معاك بيعمده عايزين يقلبوهم يعني على بعض وهو <applause> هو مش هيحصل ابدا لان يوحنا عارف دوره عارف مكانته وعارف دوره عارف يعني. مين هو المسيح يعني هو اكثر من اي الزبط. حد تاني فهو وقفهم عند حدودهم وقال لهم مين هو وهو صديق العريس بس مش اكتر فالثلاث شهادات في ما فيش شهاده رابعه هم دول الثلاث شهادات والثلاثه موجودين في انجيل يوحنا شهاده يوحنا للرب يسوع نيجي بقى شهاده شهاده الرب يسوع شهاده الرب يسوع واحده في يوحنا وواحده في متى واللي في متى دي متكرره في الوقت. لكن في متى في نبتدي بيوحنا خمسه طالما احنا في يوحنا يوحنا خمسه 31 ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليس حقا الذي يشهد لي هو اخر وانا اعلم ان شهادته التي يشهدها لي هي حق انتم ارسلتم الي يوحنا فشهد إلي انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق بس كده هي دي يبقى اول حاجه يعني بيعتبر هو بيشهد شهاده حق برافو عليك يشهد, يشهد لي يشهد لي ويشهد للحق يعني هي دي اول شهاده يعني دمغه كده تاكيد من الرب يسوع ان يعني شهادة يوحنا كلها شهادات حق وشهادات في حق الرب يعني هو يشهد دي يا بخت اللي بيشهد بي للرب يعني مش بيشهد لنفسه تاني واحدة بقى هي أطول شوية وفيها أكثر من شهادة في, في متى 11 عندما يتكلم عن يوحنا في متى 11 متى 11 متى 11 كام؟ آه البداية الـ من أما يوحنا فلما سمع آه لأن خلاص أما يوحنا فلما سمع بعت تلاميذه فإحنا من سبعة بقى آه يشهد وبينما ذهب هذان ابتدى يسوع يقول للجموع عن يوحنا آه. ماذا خرجتم الى البريه لتنظروا أق أك... أم... أقصبة أقصب تحري... تحركها تحرك الريح لكن ماذا خرجتم لتنظروا انسانا لابسا ثيابا ناعمه هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمه هم في بيوت الملوك لكن ماذا خرجتم لتنظروا نبيا نعم اقول لكم وافضل من نبي فان هذا هو الذي كتب كتب عنه هانا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك م. قدامك م. الحق اقول لكم لم يقم بين المولدين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه اوكي يعني هنا بس كلام كبير يعني ده آه. اعظم من نبي آه. ده شهادة الرب يسوع على أنه أعظم من النبي أنه أعظم من النبي أنه رسول الله أنه هو رسول الله بالظبط أنه أعظم أعظم من المولودين من النساء م. هو إيليا المزمع أن يأتي م. كل الأشياء دي دي شهادات الرب عن يوحنا المعمدان لكن شوفي بقى بالنسبة ليوحنا المعمدان حتى أعداء يوحنا المعمدان هيرودس أنتيباس اللي أمر بق... يعني قطع رأسه يقول عن يوحنا في مرقس 6 لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس فرغم أن الناس دي بتهاجمك رغم أن الناس دي لكن فيك بيصدقها شايفة فيك أنت حياتك شكلها إيه دي الفكرة أهم حاجة حياتك مش بس كلامك شوف السمعة شوف السيرة شوف الناس شايفاك إزاي ده دا اللي دا 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 داخل هيرودس ده دا اللي مش قايله للناس انه كان يهاب يوحنا ويوحنا ده راجل كان عايش في البريه مم. يعني يختت من ال... من الجراد ومن ال... من عسل البريه آه عشان كده الرب يسوع نفسه جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان وجه اللي بياكل وبيشرب وقال له بيقعد مع الاشرار بس كده ومحب <applause> للعشرين والخطاه والحكمه تبررت فيه بالظبط كده طيب أنا هرجع تاني للمقصود من السماء المعمودية كانت من السماء أم من الناس؟ وحضرتك جاوبتني وقلت معناها إيه والكلام آه. ده كله، لكن سؤالي هل الشيوخ أو رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والكتبة كانوا بيؤمنوا أن معمودية يوحنا من السماء ولا من الأرض؟ كانوا في المئة من الأرض؟ طبعًا ما هم رفضوا معموديته، هم رفضوا يتعمدوا. هم هو يوحنا قال لهم يا أولاد الأفاعي ما ما اراكم من اراكم تهربوا من الغضب الاتي بالعكس اللي قبلوا يوحنا المعمدان اللي صدقوا انها من السماء العشرين الخطاة بس لكن كل قادة اليهود فريسيين صدوقين ايا كان نوعهم كانوا وكتب كلهم رفضوه يعني هو اترفض يوحنا المعمدان 100% آه. طيب إيه طب استني بس عشان أوه نبقى أوه عارفين لي. فين طيب قولي فين. آه عايز افتكر متى ثلاثة متى ثلاثة اه متى ثلاثه اه فلما راى كثيرين ده يوحنا بقى مم. من الفريسيين والصدوقيين ياتون الى معموديتي قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبه لا تفتكروا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابل لاني اقول لكم ان الله قادر كذا 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 ورفضوا هم اقول سبع. لك انا بقى مم. الدليل اكتر في متى آه واحد 21 وكان يتكلم المسيح في ذلك الوقت مع رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب والكتبه والفريسيين في ذلك الوقت في مثل الابنين ان شاء الله ناخده في يوم من الايام قال لهم يسوع في عدد واحد 31 الحق اقول لكم ان العشرين بيكلم قاده اليهود كلهم لو انت عايز تتاكدي عدد 23 بيقول مين بيكلم مين هو في السؤال عن السلطان يسوع في ال آه آه السؤال عن السلطان آه ولما جاء الى الهيكل تقدم اليه الرؤساء الكهنه وشيوخ الشعب وكذا فهنا بقى باي سلطان تفعل هذا فقال لهم لا لا خلاص دي آه قال لهم يسوع م. بقى الحق اقول لكم في عدد 31 ان العشرين والزواني اه يسبقونكم الى ملكوت الله لان يوحنا جاءكم في تاريخ الحق فلم تؤمنوا به وأما و... العشرون والذواني فآمنوا به وانتم اذ رايتم لم تندم. يعني لما رايتوا حتى العشرين ب... بيتغيروا لم تندموا اخيرا لتؤمنوا به <applause> يعني مفيش فايده فيه فضلتوا <applause> على عينتكم بالضبط كده آه. يعني هم دلوقتي هم مش مؤمنين بان هي من السماء المعموديه وكمان <applause> مؤمنين انه هي من الناس بس هم ما قدروش يقولوا من الناس <applause> علشان لا هو متاكدينها من الناس بالنسبه لهم هم اه انها من الناس بس خافوا من الناس بأعشان... خافوا من الناس عشان هم بالنسبه لهم كنبي بالظبط كده. هم خافوا انه يرجموهم الناس طبعا. هم اجبن من كده، خلي بالك معظم الرؤساء دول ومعظم القاده دول المنتفخين المتكبرين ما يعرفوش يواجهوا المسيح مواجهه حقيقيه اكتر من مره عندما يكون عندهم لوم يروحوا لتلاميذ المسيح. يعني ازاي معلمكم بيعمل كده؟ ازاي معلمكم؟ فالمسيح هو اللي بيجي بقى يجاوب هم عمرهم ما جاوبوا التلاميذ ما يعرفوش يجاوبوا. فالمسيح بيسمع الاتهام وهو اللي يجاوب هو اللي يواجه هم ما يعرفوش يواجهوا، اجبن من كده. الجبن كله طيب ايه الرسالة بقى اللي تسيبها معانا في آخر الحلقة دي النهاردة؟ أول حاجة علينا أن فقط نخاف الله. عندما يسألنا تكون إجابتنا يعني ملتزمة بالحق. ما نخافش الناس. ما نخافش الناس. خوفنا يكون من ربنا. ويكون إجاباتنا صحيحة دايما. يعني خاصة لو اتسألنا من الناس. يعني لو جه الناس سألتنا لازم تكون اجابتنا متسقه مع ايماننا في في الله في المسيح وبنقول كده اول حاجه وثاني حاجه اوعوا نكتم الشهاده لازم نعبر عن نفسنا نشهد ونهتم بالحقائق الكتابيه بالاعلانات أكتر من اهتمامنا بالنتائج وخوفنا من الناس هم خافوا فلم يعلنوا احنا مش هنخاف احنا هن لازم نعلن ونقول لهم ينبغي ان ي... الله ان الله اكثر من نفسه بالظبط كده يوسف انا بشكرك جدا جدا ومتحمسين نعيش باقي المواجهه معاك يعني شكرا جدا <applause> اعزائي المشاهدين بشكركم جدا لمتابعتكم ونتقابل في حلقه جديده ومواقف مع المسيح